عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة، ومرحبا بكاع الناس الجداد، وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم، كنشكركم بزاف. واليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد دجاج محمر بطريقتي انا. كلشي دابا تبارك الله راه كيعرفي صايب الدجاج، ولكن انا غنوريكم طريقتي اللي صراحة كيدوقوها الناس وكتعجبهم. المهم هنحتاجو بالنسبة للمقادير، هنحتاجو دجاجة بحال هكا، هادي كانت في الفريغو، المهم جبتها هيا كيما كتشوفو مغسولة مزيان بالحامض وشوية الملح والسكنجبير. هنحتاجو 3 الفصوص ديال الثوم، هنحتاجو ربيع، هنحتاجو الزبدة، معلقة الزبدة، واللي عندها السمن ديرو، انا ما عنديش السمن، اكتفيت بالزبدة. وغنحتاجو بالنسبة للعطرية غنحتاجو الخرقوم البلدي، غنحتاجو السكنجبير، الحامض اللي غناخد غير اللب ديالو، الحامض المصير، الملحة، الملحه ما نكترهاش حيت ديجا الدجاج فيه الملحه. وغنحتاجو البزار، المهم انا درت هنا معلقه ونص معلقه ونص معلقه ونص باش ندير في الدجاجه، وندرتها في المرقه العطريه. وغنحتاجو 2 بصلات كبار ولا 3 صغار، مش نفين غير هكا، انا مثلا نشلضهاش كنخليها غير هكا. والزيت بالنسبة للزيت 1/2 كاس هكا الزيت، مخلطة فيه البلدية والرومية، زيت العود والرومية. المهم دابا غندوزو، غناخدو ديك المقادير وغنديروها في واحد المول بحال هكا باش نديرو الشرميلة للدجاجة. دابا غندوزو للعطريه اللي غنشرملو فيها هاد الدجاجه، غنديرو غير النص ديال العطريه والنص الاخر غنخليوه للمرقه، النص ديال الخرقوم البلدي، النص ديال البزار، النص ديال السكنجبير، والنص الملحه، وهاد الحامض المصير غناخد غير اللب ديالو هكا. وغندير الزبده معاه كيما قلت لكم، اللي عندها السمن ديرو، نتيجة رائعة. هندير هاد التومة، نعاود غير نصاك ديالها، وهذا غنديرو كامل، هاد الربيع غنديرو كامل. المهم دابا غنخدم بيدي هكا هاد العطرية كاملة باش نحصلو على واحد بحال الكريمة هكا. بحال الكريمة هكا هو باش نشرملو الدجاجة، انا ما كندير لا زيت لا ما لا والو، بالنسبة للدجاجة كندير لها غير هكا. بالنسبة لهاد الزبدة هي اللي كتخلي داك الصدر ديال الدجاج ما كيجيش ناشف، كيجي طري، هانتوما كيما كتشوفوا ولات على شكل كريم. دابا غنشدو ديك الدجاجة، واخا انا راه عندي جامدة معليش مزروبة خاصني ندير العشا، وغندخلو ليها كيما كتشوف هاك، غندخل ليها ديك التشرميلة ديالها، ديك العطرية هاكا، ديك الكريم ندخلو باش اللي كلاها من الداخل كتكون شاربة العطرية. نديرها حتى من هنا، انا الصراحة هاد العطرية كنخليها فيها، ولكن دابا حيت مزروبة خاصني نصبها دغيا، خاصني نطيبها دغيا. المهم حاجة جامدة معليش،
وكما قلت لكم تتركزوا على الداخل باش ما كتجيش فيه ريحه السفوريه وتجي فيه. انتم كتشوفوا كنعمرها عمرها حتى من هنا. نخليها دابا وندوز نوريكم الكوكوط اش غندير فيها قبل ما ندير الدجاجه. دابا غندوز باش نوريكم العطريه اللي غندير في الكوكوط عاد ندير الدجاجه. ديك العطريه كاع اللي شاطت ديك اللي قسمتها من النص غنديرها في الكوكوط هكا. عاد ندير عليها الدجاجه وما نديرش الزيت في الاول، ندير غير الماء حيت الا درت الزيت كتمشي ليا جلده الدجاجه. مهم. ودابا غنحط الدجاجه هكا بالنسبه لديك العطريه اللي شاطت غنخويها عليها هكا وغنديرها تقلى فوق البوطه تقلى مزيان حتى يبدا داك الماء يغلي. عاد ندير الزيت وندير البصله. مهم كما قلت لكم نتمنى تكونوا فهمتوا. وهاد الطريفات هادو ملي حيت اللوب ديالهم غنخليهم هما هكا ماشي مشكل. القرفه انا ما كنديرهاش باش ما كتعطينيش داك اللون كحل. بالنسبه لك الكبيده وداك القنصه وداك الشيء نسيت قبيله ما قلت لكم انا هنا عندي غير وحده ما عنديش بزاف. الا كانوا عندي بزاف كنسلقهم بوحدهم بشويه الخل وشويه الملحه وتنسلقهم مزيان عاد نديرهم فوق المرقه. والا غير بحال هكا قلال كندير لهم غير هكا شويه الحامض كندير لهم شويه الخل تنخليهم يتلقوا مزيان ونصفيهم ونديرهم عاد في المرقه باش ما كيعطيوناش ديك ريحه الزفوره. مهم. ها هي الدجاجه من بعد ما المرقه بدات هكا كتغلى دابا غندوزو باش نتقبو ناخذ واحد القطعه هكا الشوه باش نتقبو الدجاجه باش يخرج داك الدم وداك الماء باش ما تجيناش الدجاجه عاصيه. انتم تخافوش ما تبقاش تقبى خصوصا جيت الصدر. كامله باش يخرج من هذاك الدم داك الماء باش الصدر ما يجيش قاصح ويخرجني بداك الدم وداك الماء. المرحلة ضرورية وصان هاد الصدر هاد تخافوش من دوك التقاب راه ما كيبقاش. المهم بعد ما تقبتها هكا مزيان تخرج من هذاك الدم وداك عاد دابا غنجي الزيت حتى بدات هكا المرقة كتغلي. من بعد غنزيد ديك الكبده وعاد من بعد غنزيد البصله. البصله غنخليها هك كنشلطش انا البصله راه كدوب ما تخافوش منها ما كنشلطهاش كنديرها غير هك. مهم نتمنى تجربوا هاد الطريقه. دابا غنخوي عليها الماء بلاتي نوريكم شحال قياس الماء. هانتوما بغيت نقول لكم الا كان دجاج كتير مثلا 4 ولا 5 ولا ما ديروش البصله مع الدجاج حتى يطيب الدجاج عاد ديروا البصله. اما الا كانت هكا غير وحده ولا جوج ماشي مشكل ديري مع البصله. المهم بالنسبه للماء
ندير النص ماشي نعمر الكوفوط مزيان. نعمر الكوكوط تاع الفوق هي هكا ونخليها تطيب. بالنسبه للكوكوط ما كنسدهاش، كنخليها غير كنسد الكوكوط باش ما تطيبش هي الدجاجه بزاف. المهم ها هي ديك الدجاجه، من بعد ما جبتها من الكوكوط هكا كيما شفتها هي ما تطلع على جلدها لا والو. بالنسبه للمريقه هي كتختار، خليوها هكا تختار على راحتها. هذيك البصله كما شفتوا هي ما بقاش كتبان، هي دارت واخا مقطعه غليظه، قطعه زعما هكا طويله دابت. المهم نخلي المريقه تختار وندير الدجاجه فيها. المهم بالنسبه للمقله درت فيها هكا شويه طريفات هكا بالزبده باش ما تلصقش لينا هذيك الجلده ديال الدجاجه. وعاد غندير الدجاجه حتى هي دهنتها بالزبده هكا، غنديرها هكا تحمر في الفران ونرجع لكم باش نوريكم النهائي. باش نوريكم في الاخر كيفاش جات المريقه وربع الطريقه كتجي بنينه، نتمنى تجربوها. المهم هي الدجاجه من بعد ما تحمرات هكا تحمرات مزيان نديرها انا غير في الفران، اللي بغى يديرها بالزيت يديرها. وهي المريقه ها هي كيفاش كتجي، راه كتجي مدغمره هانتوما. هذيك البصله راه دابت شتوها. وهاد الدجاجه بالنسبه للدجاج من تعرفوا هكا واش طاب ولا الا بغيتو هكا تعرفوا بلا ما تبقاو تقلبوا هكا في الدجاجه ديروها، شدوا غير العنق هكا وجروا منه شويه الا تجرب بحال هكا راه طاب، بس تكون تطيب في المرقه. الا ما تجرش ما راه الدجاجه باقا ما طابت. المهم نتمنى تجربوه طريقتي في الدجاج المحمر. مهم هي الدجاجة درت معاها هكا شوية الفريت باش ترافق الدجاجة. مهم هي في الاخر كيفاش كتجي، نتمنى تجربوها. وشكرا بزاف على كاع الناس اللي تيتفرجوا في القناة وتيشجعوني، شكرا بزاف.